مهما ضعف امتلكني وتصرف فيا اليأس، انت في عينك شايفني ابنك جبار البأس. مهما ضعف امتلكني وتصرف فيا اليأس، انت في عينك ابنك جبار البأس. وفاتح لي حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهدم ربوات وقلوب. وفاتح لي حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم ربوات. لو فسندني وضعفي واسمع لصلاتي، اللهم إني أنا الخاطي. سندني وضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحم. ومهما بعدنا عنك تفضل معانا، تحاول بتخلق فينا بولس ويموت جوانا شاو. ومهما بعدنا عنك تفضل بتخلق فينا بولس ويموت جوانا شاب. ما انا زي السامريه جاي لك والضعف مليل، عطشان وعايز اشرب ومفيش غيرك يرويني. ما انا زي السامريه جاي لك والضعف مليل، عطشان وعايز اشرب ومفيش غير يرويني. سندني بضعفي واسمع لصلاتي، اللهم انا الخاطي. سندني بضعفي واسمع لصلاتي، اللهم خاطي. رغم الخاطية هرجع بدموعي اترجاك، مستني منك اسمع مغفورة ليك خطاياك. رغم الخاطية هرجع بدموعي اترجاك، مستني منك اسمع مغفورة ليك خطاياك. ما انا ابنك صنع ايديك وكلامك ليا ميراث، تفضل عيني عليك وايدي على المحراس. ما انا ابنك صنع ايديك وكلامك ليا ميراث، تفضل وإيدي على المحراس. اسندني بضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني أنا. اسندني بضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني أنا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخذ موضوع في أرميا بعنوان تطلبونني فتجدونني، اذ تطلبونني بكل قلبكم. أرميا 29. لانه هكذا قال الرب، اني عند تمام 70 سنة لبابل اتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم، وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم، يقول الرب.
وأرد سبيكم وأجمعكم من كل الأمم ومن كل المواضع التي طردتكم إليها يقول الرب، وأردكم إلى الموضع الذي سبيتكم منه. قبل ما يطلعوا السبي، السبي قلنا على كذا مرحلة، لما السبي الشديد اللي حصل وقت صدقية ربنا حب يعزي أرميا فكشف له سر السبعين سنة. على فكرة اللي يقرأ سفر دانيال هيلاقي دانيال قال عن السبعين سنة، دانيال جه بعد أرميا بحوالي 50 سنة، فقال قعدت أصلي وصمت لغاية ما ربنا كشف لي معنى السبعين سنة اللي قالهم أرميا. فاهمين؟ ده كان في عز السبي، أرميا مات بقى وهما في بابل لسه، إنما دانيال كان جوه بابل، ودانيال حضر السبعين سنة يعني قرب على آخرها قبل ما يموت، فابتدى يفرح قوي لما فهم إن الأيام قربت خلاص، 70 سنة قربت تخلص وهيرجعوا خلاص. ربنا من رحمته قال له لا، أنا السبي ده مش هيستمر على طول، أنا أدبت الناس وشديت عليهم بسبب الخطية، إنما التجربة الشديدة دي خلتهم أخيرا يوصلوا لحاجة بطلبها منهم بقالي سنين، يطلبونني من كل قلبهم. يعني إيه الكلام ده؟ اليهود دول أكيد صرخوا لربنا وقت الأزمة مثلا بالرغم من الخطايا اللي كانوا عايشين فيها، بس في فرق بين واحد يصلي وفي واحد يصلي من كل قلبه. كل القلب دي ممكن تاخد سنين طويلة قوي عشان توصل لها، احنا كلنا بنصلي بس نادرا ما بنوصل ان الطلب يكون من كل القلب، فربنا يفضل مطول باله لغاية ما نوصل لدي. يقول تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم، عشان بقى يبقى القلب كله في الطلب، يبقى القلب كله مشغول بالحكاية دي ساعات تاخد سنين طويلة قوي، وده اللي بيخلي ربنا أحيانا يتأخر. ليه؟ القلب مش مستوي، واللي يهم ربنا القلب، لأن القلب ده اللي هيوزن مكانتك في السماء بعد كده، فيتأخر في الطلب. ليه بتتأخر يا رب؟ ولا عشان القلب يستوي، هو بيكلمني بربع قلبه مش هينفعش، انا ممكن اجاوبه على ربع قلبه ده بس مش هيكبر، طب خليها لما تبقى نص، تبقى تلات ارباع، فين وفين لما تبقى كل القلب. عند كل القلب لازم ربنا يستجيب. عارفين ليه القديسين صلواتهم مستجابة بسرعة؟ عشان واصلين للمعنى ده. ليه اي واحد منهم يرفع ايده بس يقول اي حاجة تلاقي على طول ربنا يقول حاضر، واحنا نرفع ايدينا سنين وايدينا توجعنا؟ لانه فرق قلب. تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. أحيانا عشان الواحد يوصل لكل القلب دي تحتاج لتجربة، تحتاج لأيام صعبة، تحتاج لشوية ذل، لأن هم لما تزلوا في بابل، فاكرين المزمور اللي بيقول على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون؟ ناس مذلولة، ناس عايشة في غربة، بتوع بابل بيقولوا لهم ما تسمعونا حاجة من حاجات أورشليم، فيقولوا كيف نسبح تسبيح الرب واحنا في ارض غريبه؟ ان نسيتك يا اورشليم تنسى يميني. صعبان عليهم برضو، ابتدوا يحسوا بقى ان هم فقدوا العز وفقدوا اورشليم وفقدوا الهيكل، فالذل ده خلاهم بقى يتعلموا يعني ايه الواحد يصلي من كل قلب. يمكن كلكم جربتم ان الايام الصعبه الواحد بيصلي فيها بحراره، والايام العاديه يا ما بيصليش يا بيصلي بفتور، إنما الأيام بقى اللي بقى فيها خطر، فيها قلق، فيها طلبات مهمة قوي، تلاقي الحكاية تسخن شوية، يبقى الواحد فعلا بيصلي من كل القلب. يعني حنا أم صمويل لما صلت كانت بتصلي بحرقة من كل قلبها، فاليوم ده سمعت أحلى خبر، عالي الكاهن قال لها السنة الجاية لازم يكون معاك يا ولد. عرفت منين وانت يعني اساسا برضو يعني غلط؟ يعني قال لا، انا عارف ان ربنا مع الصلوات اللي من النوع ده مش ممكن يتأخر، لانها وصلت لكل القلب. هنا بيقول لهم انا مفتكر عنكم افكار سلام لا شر. ربنا تفكيره من ناحيتنا عمره ما بيتغير، ربنا لا يشاء ان يهلك احد،
ربنا مش غرض يعذبنا، مش غرض يذلنا خالص. إنما لما تيجي أيام زي بتاعة بابل كده، ده الغرض إن القلب ينضف، ده الغرض الأساسي لأي ضيقات وأي تأخيرات وأي متاعب في الحياة. السؤال بقى، نحتاج لوقت قد إيه عشان نوصل إلى كل القلب؟ الموضوع ده نسبي بقى من واحد للتاني. يعني يحكوا مثلا على أنبا ميصائيل السائح إنه دخل الدير حوالي 3 سنين، 3 سنين وصل للسياح. السياحة دي عند الرهبان حاجة يوصل لها المتوحد بعد 10 سنين، يعني يقعد في الدير شوية وفين لما يدخل على البرية، وبعدين يتوحد، وبعدين يقعد له كم 10 سنين كده يعني، ويمكن بقى يوصل للسياحة، واحتمال كبير لا. هذا الرجل قيل عنه انه وصل للسياحة في بضعة سنوات وهو لسه شاب، يمكن ما جابش 20 سنة، يعني وصل لكل القلب. وصلت لها بالسرعة دي ازاي؟ اذا الموضوع ملوش عدد سنين معين، لا، هي فرق حماس، فرق جري. عشان كده بولس يقول اجروا اجروا، لان في ناس بتعرف تجري، في ناس بتجري على نظافة قلبها باهتمام، فبتوصل لدرجات عالية أسرع من غيرها. اركضوا لكي تنالوا، لأن واحد يأخذ الجعالة. في متى 7 ربنا يسوع قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. كل من يسأل يأخذ، من يطلب يجد، من يقرع يفتح له. ناس كتيرة بتتغاظ من الآية دي، أو يعني بتعترض. ليه؟ تيجي تقول إيه؟ طب أنا سألت ما خدتش. الآية غلط يعني ولا إيه؟ أنا طلبت ما لقيتش. طب حطها جنب الآية اللي فاتت، تطلبونني فتجدونني إيه؟ استطلبونني بكل قلبكم. يبقى هنا في شرط، إنك عشان تلاقي لازم يكون القلب كله في الصلاة. إنما طول ما لسه قلبك في الدنيا شوية وفي طلبات كتير، يبقى أنت مش مركز. وبعدين لما قال اسألوا واطلبوا، كان عاوزنا نقول له يا رب احنا عاوزين نطلبك انت، خلي بالكوا تطلبونني مش تطلبون حاجة تاني. فلما بيقول اطلبوا تجدوا، برضو في ناس بتتغاظ، احنا طلبنا فلوس ما جاتش، طلبنا شفاء ما جاش. هو ربنا ما كانش يقصد كده، هو كان يقصد تطلبونني انا فتجدونني، لان هو اغلى حاجة. لكن طول ما انت بتطلب حاجات تانية، استنى بقى لما اشوف ربنا دي مناسبة ومش مناسبة وتنفعك ولا تضرك. انما لو تطلب ربنا، لا، لازم تلاقي ربنا، بس اذن شوي لغاية ما يوصل لكل القلب. كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد. واحد ممكن يقول ايه؟ ينفع اطلب مثلا نقاوة قلب؟ يطلب. ينفع اطلب مثلا ابقى قديس؟ اطلب يا اخوي. ممكن اطلب ملكوت الله؟ ده لازم، ده وصية، اطلب ملكوت الله. اطلب اللي انت عاوزه، طالما بتطلب حاجات روحية اطلب زي ما انت عاوز، بس وانت بتطلب شوف في حاجات تانية شغلك القلب كله في الطلب ده، ولا زايغ في 100 طلب تاني. لو زايغ في 100 طلب يبقى ما تتوقعش ان الاستجابة جاية بسرعة. لو عاوز وعاوز 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 وعاوز، لا، استنى شوية، يبقى انت لسه مش هتاخد اللي انت عاوزه، لان لسه مش كل القلب ماشي مع الكلمة بتاعت تحب الرب إلهك من كل قلبك. يجي السؤال بتاع ماذا تطلب بقى؟ عاوزين نراجع على طلباتنا كده، يعني مرة كده ايه، اقعدوا حللوا صلواتكم، شوف انت بتدعي وتطلب ايه. لألا تكون في طلبات ملهاش لازم، او في طلبات غلط. مرة معلمنا يعقوب قال كده، قال تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا. هينفع كده؟ في ناس بتطلب ردي، في ناس بتطلب ردي لكي تنفق في شهواتها. يعني في واحد عمال يطلب مركز كبير، يا ما انت هتغذي كبريائك، يعني انت بتطلب حاجة غلط. واحد عمال يطلب فلوس اكتر، ما ربنا مديك ومغرقك، بتطلب فلوس اكتر لكي تنفق في شهواتك، طبعا مش هتاخد، انت بتطلب غلط، طلباتك فيها حتة غلط. ربنا قال انت اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوا. ربنا حدد لنا
انه اي حاجة انت محتاجها من هنا لغاية ما تسافر بالسلامة كل ده محسوب ومعمول حسابه تمام 7 اضعاف كل حاجة ليك ولولادك ولصحتك عشان ما تضيعش وقتك في الحتة دي، عشان تركز في طلب واحد بس، تطلبونني او تطلبون ملكوت الله وبره فتجدونني، اذ تطلبونني بكل قلبكم. مشكلة ان الواحد عشان ايمانه ضعيف بيزن في حاجات ملهاش لازمة. عارفين مثلا، تصوروا معايا مثلا دي كوباية مية مليانة وانا عمال اقولك ممكن كوباية مية، انت تبصي لي على الكوباية ما هي جنبك اهي، اقولك ممكن كوباية مية ما هي جنبك اهي. ده اللي بيحصل ساعات معانا مع ربنا، نقعد نزن ونضيع عمرنا عاوز كذا. يا حبيبي عندك، محطوطة في حسابك صدقني، متحوشالك، مد ايدك بس. يعني احنا كده بنهدر العمر، بنضيع وقت لاننا عمالين نزن في امور محسومة هذه كلها تزاد لكم. لكن كام واحد مركز، يا رب انا عاوزك انت. موقف جميل قوي في اول انجيل يوحنا، اول مرة ربنا يسأل واحد يقول له عاوز ايه، كان يوحنا نفسه، ربنا يسوع مع يوحنا الحبيب. لما يوحنا المعمدان شاور لهم كده وقال لهم هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم، قام سابوا المعمدان ومشوا ورا المسيح. فالتفت يسوع اليهما، كان يوحنا وندراوس، ماذا تريدان ان افعل لكما؟ فرصة العمر، عاوزين ايه؟ فيوحنا بقى قال احلى اجابة، قال له يا سيد اين تمكث؟ يعني انا مش عاوز حاجة، انا مش عاوز حاجة، انا عاوزك انت. انت قاعد فين النهاردة؟ قال لهم تعالوا وراي بس. وبقى من هنا الحبيب، وبقى من كل القلب، لانه من اول السكة فهم انا مش عايز حاجة. ماذا تريدان ان افعل لكما؟ قالوا لا، وانا ضايع، انا عبيط ولا ايه زي الناس تانية؟ انا مش هقعد اطلب منك، لو طلبت الدنيا كلها يبقى غشيت روحي، يبقى انا خسرت، انا عاوزك انت. فقال له طب تعال، تعال وانظر، تعال افرجك على السما بقى، السما كلها، بدل انت اخترتني انا، قلت لي عاوز اقعد معاك، عاوزك انت مش عاوز اللي في ايدك، تعال وانظر بقى. من ساعتها بقى ابتدت تفتح السماء وشاف الرؤيا في اخر حياته، يعني خلاص دخل على السكة الصح. لانه تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلبكم. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. اولا مش معناه ان في ثانيا وثالثا، على فكره اولا يعني خلي ده اللي يشغلك، لانه بدليل ان هذه كلها تزاد، يعني حتى مش محتاجه تبقى ثانيا وثالثا، خلاص انت لو قعدت في اولا مش هتعرف تطلع منها. يقال مره عن واحد من القديسين ابتدى يقول ابانا الذي، معرفش يكمل، وقف في ابانا وما خرجش. اول ما قال ابانا اتفتحت السماء وقعد يتفرج، وبعد ساعتين طلع من الموضوع، يعني خلصت الحكاية. إنما هو خلاص مش محتاج غير أبانا بس، حتى بقية أبانا الذي مش محتاج، يعني هو عاوز ربنا نفسه، بدل ربنا معاك خلاص مش محتاج حاجة تاني. كم عدد الطلبات الواحد بيطلبها؟ يا ترى الطلبات في حياتنا بتزيد ولا بتقل؟ هل الطلبات روحية ولا أرضية؟ هل الواحد بيطلب ربنا ولا بيطلب الناس؟ عاوزة مراجعة. المفروض ان كل ما الواحد يقدم مع ربنا ويفهم ربنا طلباته الارضية تقل، وطلباته الشخصية تقل، وطلباته المادية بكل اشكالها تقل، ويمكن تختفي، ويفضل الطلب الوحيد اللي شغله ربنا نفسه. طبعا ربنا نفسه دي ليها يعني اكتر من تعبير، يعني لو واحد قال له نفسي اروح السماء ما هي ربنا، نفسي الناس كلها تروح السماء برضو ربنا، عاوز اقضي وقت معاك، عاوز احبك يا رب، عاوز اشوفك، عاوز اقعد معاك، كل ده اسمه ربنا. لكن غالبا احنا بنشتت روحنا في حاجات كتير قوي، لان ثقتنا في هذه كلها دي ضعيفة قوي. هذه كلها تزاد لكم دي ثقة ضعيفة، فبتخلي الواحد مش عارف يطلب ربنا كما يجب.
أرميا 29:7 قال: اطلبوا سلام المدينة التي سبيتم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب، لأنه بسلامها يكون لكم سلام. لما بتطلب ربنا وبتشبع بربنا، هو بيقول لك اطلب ايه، هو اللي بيشغلك بطلبات غير متوقعة. يعني ايه؟ اللي بيقربوا من ربنا قوي ممكن تلاقي ربنا شغلهم بصلوات معينة. أغسطينوس كان يقول المعنى ده، يقول ربنا مع القريبين لي بيقول لهم الصلوات اللي ناوي يسمعها لهم. فاهمين الفكرة؟ عشان بيحبهم فعاوز يفرحهم، فيشغله بموضوع وبعدين يستجيب، ما هو حبيبه بقى، فيشغله بقضية كده وبعدين ايه يكون ناوي ربنا يعملها كده كده، فيفرح قوي بقى ان ربنا سمع له. كلها حاجات روحية. فتلاقي واحد مثلا حب ربنا قوي فبقى مشغول جدا بالمرضى وطول الوقت بيصلي لهم، ربنا يفرحه بشفاء ناس كتير. واحد تاني مشغول بالكرازة، ربنا يفرحه بيها. ايه الحكاية؟ لما بقى بيطلب ربنا نفسه، ربنا بقى يشغله باللي هو شغله. فاهمين الفكرة دي؟ ربنا مشغول بايه؟ يقوم يشغل بقى اولاده بيه، فبقى يطلب اللي ربنا نفسه فيه. طبعا اللي نفسه فيه بقى هيحصل لازم. فهنا تلاقوا مثل هذا الانسان فرحان على طول، لان الاستجابة بقت اسهل كتير من الاول. ما فيش بقى الطلبات اللي طالعة من نفسه هو، دي الطلبات طالعة كلها من مخزن ربنا، من الحاجات اللي ربنا مشغول بيها. فطبعا دي كلها تخلي حياته أسعد جدا وأكثر استجابة. اطلبوا سلام المدينة التي سبيتم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب، لأنه بسلامها يكون لكم سلام. برضو ده يعلمنا مبدأ إن احنا بنصلي لبلادنا، ونصلي للوزراء، ونصلي للرئيس، ونصلي فعلا لأن بسلامها يكون لكم سلام. يعني طول ما الدنيا في سلام عارفين نخدم وعارفين كويس. إذا طبيعي إن الواحد يصلي من أجل البلاد عشان يكون لنا سلام من خلال سلامهم. يقول: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، أي سماويا. لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم، لأنه عاد لهم مدين. علاقة ده بالموضوع، ربنا ساعات يغرب الإنسان عشان يحفر في قلبه معنى بعيد شوية. أنت كده كده غريب. يعني تلاحظوا الهجرة زادت مثلا، ناس كتيرة بتسافر، وعدم الاستقرار عامة زاد، عدم الاستقرار. ربنا قاصد كده، بما في الموضوع ده من ألم نفسي يعني وقلق، لأنه ربنا عاوزك في الآخر تقول: لا مصر ولا أمريكا ولا كندا ولا أستراليا، هي أنا بلدي السماء. فكده كده غربة بغربة وخلاص. فده حصل مع أجدادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنه كانوا بيسافروا كتير قوي وما يلحقوش يقعدوا في حتة، فعاشوا في خيام. قال لك كده كده احنا مش عارفين، بكرة ربنا يقول لم عزالك وتحرك، خلينا في خيمة وخلاص. فما بنوش، مع أن دول كانوا أغنى ناس، ما كانوش بيبنوا. فهنا اتقال إيه؟ قال أقروا أنهم غرباء. أقروا يعني واحد خدت منه مجهود وبعدين في الآخر سلم، قال خلاص كده كده أنا غريب. إقرار أنك غريب ممكن ياخد سنين طويلة قوي عشان تفهمه، عشان توصل أنه كده كده أنت نزيل، أنت ضيف، أنت قاعد يومين وماشي، يومين هنا ولا في أي بلد مش فارقة كتير. أقروا أنهم غرباء ونزلاء. ومن هنا منين ما بتروح بتصلي للبلد اللي أنت فيها، لأنها كده كده مش بلدك حتى البلد دي. وقال: الذين يقولون مثل هذا، يعني أبونا إبراهيم لما سجد لأهل الأرض، فاكرين لما اشترى المقبرة لمراته؟ ما كانش عنده شبر. تصوروا الراجل الغني ده أغنى واحد في الدنيا، ما كانش يملك شبر. يوم ما اشترى، اشترى بس عشان يدفن صار. قالوا له: الدنيا كلها ليك يا أبونا إبراهيم، ده أنت بركة الأرض. قال لهم: لا، أنا بس عاوز كم متر كده أدفن فيهم مراتي. فكان المكان الوحيد، الملكية الخاصة لإبراهيم وعيلته،
إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هي مغارة المكفيلة اللي دفنت فيها سارة، وبعد كده إبراهيم، وبعد كده إسحاق، وبعد كده رفقة، وبعد كده يعقوب، وبعد كده حتى يوسف طلب يدفن هناك. ليه؟ قالوا بالنسبة لنا الأرض كلها هي القبر، ما عدا ذلك احنا تبع السماء، الأرض كلها بالنسبة لنا هي مغارة المكفيلة دي. ده ايه ده؟ أقروا أنهم غرباء، خلاص فهموها، أقروا. احنا عارفينها بس ما أقرناش، يعني احنا فاهمين المعنى النظري، بس احنا ماسكين في الدنيا، كل واحد عاوز يشتري أكتر من اللي عنده، واللي عاوز يغير شقته كل شوية غيره، مفيش مشكل. المهم تقروا في يوم من الأيام أن انتوا غرباء ونزلاء. ولو كانوا يقول فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، لو ذكروا لذلك الذي خرجوا منه، لألا واحد يفهم أن هم قالوا غرب يعني متغربين عن أور الكلدانيين بتاع الزمان، كانوا رجعوا، يعني ما كانوش يقصدوا حكاية الغرب لأنهم بعدوا عن العراق، ما كده كده العراق غريبة برضه، لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماوي. كأن ربنا غرب شعبه في بابل وحسسهم يعني إيه لغة تانية وبلد غريبة عشان يلجأوا لربنا أكتر، ويعني يحسوا بيه أكتر ويصلوا. أنا فاكر أول مرة سافرت وأنا في الجامعة برا مصر، أستاذ مدارس الأحد بعت لي جواب قال لي علمونا أن الواحد بيلاقي ربنا لما يكون لوحده برا مصر أكتر من أي وقت. فأنا ما انساش الرسالة دي وما انساش المعنى ده، الكلام ده يمكن من 30 سنة. فعلا الواحد كان حاسس بربنا قوي وهو لوحده وبره مصر، لأنه فعلا الغربة بتدي الإحساس ده، أنه ما فيش الناس اللي تجري عليهم ويطبطبوا عليك، ما فيش، فلازم تبقى لوحدك. الغربة دي كده كده بيوصلها الإنسان حتى لو في بلده، بعد شوية بيوصل له، يلاقي الناس انشغلت عنه، يلاقي الناس سافرت، يلاقي الناس، فكل شوية إحساس الغربة المفروض بيزيد، وده إحساس مفيد. عشان إيه علاقته بالموضوع بقى؟ عشان في الآخر تطلبونني فتجدونني، فاهمين الفكرة؟ لما يوصل إحساس الغربة إن يبقى إقرار، يبقى مغروس في قلبك، يبقى ما فيش غيره تطلبه، لا أصدقاء ولا أباء ولا أهل ولا حبايب ولا ناس ولا معارف ولا فلوس ولا أرض ولا ملكية ولا فيش غيره. فلما الواقع ربنا بيلاقي الواحد مشغول بمئة حاجة يبتدي قصقصها حتة حتة كده عشان يقول لك افهم بقى، افهم بقى، خليك معايا أنا. تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلبكم. طبعا في قديسين كبار شاطرين سبقونا وتغربوا في الصحراء بإرادتهم، يعني هم اللي خلعوا نفسهم من بيوتهم وناسهم وحالهم عشان يدوقوا المعنى ده، عشان يستعجلوا الحتة دي، عشان يدوقوا ويوصلوا للي داقوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويشوفوا المسيح. أرميا 30 يقول أما أنت يا عبدي يعقوب، كمالت بقى بقية الكلام، فلا تخف يقول الرب ولا ترتعب يا إسرائيل، لأني ها أنا ذا أخلصك من بعيد ونسلك من أرض سبيو. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح، يعقوب يعني شعب إسرائيل. ده بقية الكلام اللي فات، تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلبكم. فهنا قال له أما أنت يا عبدي يعقوب، أنت بقيت بتاعي دلوقتي، بدل بقيت بتطلبني أنا بس ومركز فيا أنا بس، أقول لك بقى أخبار حلوة أوي. أنت يا عبدي يعقوب ما تخافش، بدل وصلت أنك بتطلبني أنا بس، ولا ترتعب أنا أخلصك من بعيد ونسلك من أرض سبيو. ويرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مزعج، لأني أنا معك يقول الرب لأخلصك، وإن أفنيت جميع الأمم الذين بددتك إليهم فأنت لا أفنيك، بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. يعني إيه؟ يعني أنا بأدبك عشان أضبطك، إنما مش هطلعك بريء بالساهل. يعني إيه؟ يعني ما أسهل حاجة أن ربنا يقول لواحد فينا خلاص أنت كده براء، بس هو ما نضفش من خطيته، ما تصلحش من جواه، لسه معينه في الدنيا زيادة. فقال له أنا هأدبك لكن لا أبرئك تبرئة. يعني إيه؟ يعني إيه؟ اوعى تاخد القداسة
في الرخص ببلاش. اوعى تفتكر ان انا يعني هطلعك براءة من غير ما اوجعك شوية. انا بوجعك عشانك، عشان ما ترجعش تاني تبص للدنيا والارض والكلام بتاع زمان. هكذا قال الرب: كسرك عديم الجبر وجرحك عضال، ليس من يقضي حاجتك للعصر، ليس لك عقاقير رفادة، قد نسي كل محبيك. إياكي بتتكلم أورشليم، لم يطلبوا لأني ضربتك ضربة عدو، تأديب قاسي قاسي، لأن اسمك كسر وخطاياك تعظمت. ما بالك تصرخين بسبب كسرك، جرحك عديم البرق، لأن اسمك قد كسر وخطاياك تعظمت، قد صنعت هذه بك. يعني إيه؟ يعني ربنا عاوز يقول لك ما تنساش إن أنا استلمتك وإنت في حالة ميؤوس منها. أنا استلمتك وإنت جرحك عديم البرقة وعديم العلاج. إنت نفسك في وقت قلت ما فيش فايدة فيا. فسيبني بقى أشتغل بمزاجي. لما أدبك وأوجعك ويبقى فيها بابل ما تعترضش. انت حالتك مستعصية، انت كنت مرشح لجهنم، فمهما حصل في حياتك ما تتكلمش، سيبني انا اشتغل بمزاجي عشان ادخلك السماء، عشان اوضبك. فانا بيقول له بعد ما قال له انت عبد يعقوب انا اخلصك وكده، قال له ما تنساش ان كسرك عديم الجبر وجرحك عضال. يعني مشكلتك مش سهلة. احنا ساعات الواحد يفتكر نفسه ما انا زي يعني زي الناس واحسن من الناس كمان، يبقى مش فاهم. لا، انت مشكلتك صعبة. لذلك يؤكل كل آكليك، ويذهب كل اعداء قاطبة الى السبي، ويكون كل سالبيك سلبا، وادفع كل ناهبيك للنهب، لاني ارفدك. ارفدك مش ارفدك بالضاد، بالضاد تبقى فاير دي، لا، ارفدك يعني عالجك، رفادة دي اللي هي الدواء يعني. واشفيك من جروحك يقول الرب، لانهم قد دعوك منفية صهيون التي لا سائل عنها. هكذا قال الرب: ها أنا ذا أرد سبي خيام يعقوب وأرحم مساكنه، وتبنى المدينة على تلها، والقصر يسكن على عادته، ويخرج منهم الحمد وصوت اللاعبين، وأكثرهم ولا يقلون، وأعظمهم ولا يصغرون. أنا عاوز أكلمكم تاني دقايق عن فكرة التأديب اللي ربنا بيعمله ساعات. يعني هنا ده كان تأديب لأورشليم، 70 سنة سبي، 70 سنة بهدلة. في ناس طبعا شافت ولادها وما شافتهمش تاني وهم خارجين من أورشليم، وفي ناس سابت بيوتها، والناس مشيت مشوار طويل قوي من أورشليم لبابل، ويمكن ما ناس ماتت في السكة. يعني أيام كانت صعبة قوي، أيام كانت صعبة. إنما يقال في 70 سنة أغلب اليهود استقروا في بابل وبنوا واختنوا، لدرجة لما كورش الفارسي أعلن رجوع اليهود، أغلب اليهود ما رضيوش يرجعوا، كان عجبهم الحال. فابتدى زروبابل أول فوق يقول يا ناس ارجعوا بلادنا بقى، فخد له بتاع 30-40 ألف. جه بعد كده عزرا خد له برضه حاجة زي كده، إنما أغلب اليهود ما كانوش عاوزين يرجعوا، لأن ربنا بارك لهم في السبي، فما بقتش أيام صعبة. افتكر دايما إن التجارب اللي تبدو ضخمة جدا بتهون بعد شوية، وربنا جوه التجربة بيطبطب، وبعدين بيحوش مكافآت بعيدة بعد كده. إن الأيام دي أصبحت ذخيرة لليهود، كتير منهم خلاص ما بقاش يخون ربنا أبدا، كفر بالأوثان اللي كانت السبب في السبي. يعني التأديب مع شدته كان سبب خلاص ليهود كتير قوي في الوقت ده، وسبب مزامير كتير، وسبب تعزيات كتير. يقول: نظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. يعني في الوقت اللي تبص التجربة دي أو التأديب ده نهاية، الحياة ما بيكونش نهاية، ساعات يبقى بداية. ولما تحس إن مفيش فايدة، لما أنت تقول مفيش فايدة يطلع كل الفايدة، لأن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. نشوف بقى 131 بيقول إيه. سمعا سمعت إفرايم ينتحب. الحتة دي جميلة نختم بيها. إفرايم ده مين؟ ده مش بني آدم يا جماعة في الوقت ده، إفرايم ده سبط، إفرايم دول مئات الآلاف. وإفرايم احنا قلنا أكتر منطقة فيها أوسان، المنطقة دي أزحم منطقة، منطقة إفرايم، كانت ساعات يسموا مملكة الشمال كلها إفرايم،
لأنه أكبر سبط وأكثر ناس انحرف. فهنا أرميا بروح النبوة بيقول سمعت إفرايم ينتحب. ينتحب انتوا عارفين يعني يشهق كده زي العيل الصغير لما يعيط. بيقول ايه؟ أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض، توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي. حتى دي جميل. إفرايم اللي هو المشاغب اللي هو أسوأ سبط في إسرائيل، أكتر ناس عندوا ومشوا غلط. مع التأديب ابتدى ينتحب، ابتدى يشهق، ابتدى يعني يتكسر. فسمعوا بيقول ايه؟ أدبتني يا رب فتأدبت، يعني خدت العلقة تمام، كعجل غير مروض. يعني ايه العجول في الاول؟ ما عنديش خبرة قوي بس انهفت. العجول لما واحد يركبها تقلبه لانه غير مروض، يعني مش متعود حد يركبه. فربنا عاوز يبقى يركب على الواحد كده ويمشي بيه بالذوق، فالواحد يقوم يقلب ربنا، مش عاوز ربنا يمشيه، لا عاوز يمشي بمزاجه كعجل غير مروض. فقال له طبعا اللي بيروض هنا يقعد يضرب فيه ويشد عليه لغاية ما يتعدل ويمشي، زي بيمرنه زي الفارس كده يعني. فإفرايم المشاغب ده بيقول له رب أنا فهمت، أدبتني فتأدبت لأني أنا زي العجل غير المروض. وبعدين بقى بيقول أجمل صرخة يمكن في أرميا كلها، توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي. توبني هنا بمعنى غيرني، كلمة دي مريحة قوي، لأن ساعات الواحد يقول مش عارف أتوب، مش عارف أتوب، أنا بندم بس مش بتوب. في فرق بين الندم والتوبة. الندم واحد زعلان انه غلط، انما التوبة معناها واحد اتغير مش هيغلط تاني، فدي كبيرة. فقال له ان كان عن ندم انا بنتحب، انا ندمت، انا اتضايقت من نفسي، انا زهقت من ضعفي ومن خطيتي، بس انا بقول لك توبني انت لاني انا مش عارف اتوب، انا عجل غير مروض، انا ما خدتش على ان ربنا يسوقني، أنا ماشي طول حياتي بدماغي بإرادتي بكبريائي، فعشان تسوقني وأبقى مروض أنا مش متعود. فتوبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي، يعني أنا خلاص بقول لك مش هعبد غيرك، وأنت ربنا وأنت اللي تمشيني، بس غيرني بقى. توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي، لأن بعد رجوعي ندمت. يعني أنا رجعت واندمت، اكتشفت قد ايه انا اذيت نفسي، وبعد تعلمي صفقت على فخذي، خزيت وخجلت لاني قد حملت عار صباي. يعني لما ابتديت اشوف الحقيقه بقيت خجلان ومخزي، يعني مكسوف، ازاي اعمل فيك كده؟ ازاي ضيعت العمر ده كله؟ ازاي بهدلت نفسي البهدله دي؟ ازاي عبدت الهه اخرى؟ ازاي نسيت وصاياك؟ بس خلي بالك كل ده وبيقول له توبني، يعني ايه؟ الخزي والخجل والندم والانتحاب، كل ده كوم والتوبة لسه. كل ده مهم، بس التوبة بمعنى اتغير واتعدل وامشي صح بقى مروض، لا دي عاوزة معجزة، دي عاوزة تدخل الهي. فتطلع الصرخة يا رب انا ان كان على الندم ندمت، على البكاء بكيت، على الخزي اتخزيت، على الخجل خجلت، بس عاوزة اتوب بقى، عاوز اتغير بقى، عاوز ابقى واحد تاني. دي عليك انت مش عليا، دي انا مش قادر عليها، انا مش عارف اغير روحي، مش عارف اعدل دماغي، مش عارف اقفل بقي، مش عارف اصلح عيني، مش عارف. واضحه الفكره؟ فتلاحظوا ان في حاجات كتيره قوي الانسان بيعملها، خزيت وخجلت وحملت عار صباي، لكن يرجع يقول توبني فاتوب لانك انت الرب الهي. ايه علاقتها باللي فاتت؟ توبني فأتوب، خليني أوصل يا رب إن أنا الكلمة بتاعت أول المحاضرة بقى اللي هي إيه؟ تطلبونني فتجدونني، استطلبوني بكل، غيرني عشان أوصل إن أنا مش عاوز غيرك، نفسي أقول معك لا أريد شيئا على الأرض، بعيدة أوي،
لا انا عاوز ناس وعاوز مديح وعاوز كرامة وعاوز فلوس وعاوز اكل وعاوز، لكن انا فاهمها نظري، نفسي اقولها بس مش عارف اقولها. توبني عشان اوصل اقول كده، توبني عشان فعلا اكتفي بيك. شوفوا لما ربنا يسوع يقول ان احب احد ابا او اما او زوجة او اولاد او لا يستحقني اكتر مني، لا يستحقني. او يقولها بطريقة تاني، ان لم يبغض اباه وامه واخواته، ودي طبعا عامله لنا اشكال في التفسير، يبغض نبغض الناس عشان ريلاتيفلي يعني نسبيا معناها تنسى الدنيا كلها عشان تحب ربنا. تقول له لا مش عارف اعملها دي، توبني بقى انت اللي تحطها في قلبي دي، عشان ما اقول انا عاوزك انت بس، تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلوبكم. ساعتها نسمع بقى كلمة جميلة في نفس الإصحاح، أنا بلقط من الإصحاح يا جماعة، خدت إصحاحين كده. لأني ربنا بقى يقول إيه، أرويت النفس المعيية وملأت كل نفس دائبة. يعني لما ربنا بيلاقي فرايم، ده فرايم ده المشاغب الصعب، زي كل واحد فينا فرايم في وقت. أرويت النفس المعيية، المعيية اللي هي الإعياء، شدة التعب، لما النفس تتعب قوي وهي بتصرخ لربنا، يا رب مش عارفة تصلح، ربنا يرويها، فاهمين ازاي، يسقيها يعني زي الهفتان كده، ربنا يشربه شوية مية عشان يفتح عينيه ويرفع راسه. وملأت كل نفس زائبة. يا ترى الواحد فينا وصل إلى نفس معيية أو نفس زائبة عشان يبتدي يشرب؟ هل الواحد داب في التوبة؟ هل الواحد أعيا من التعب وهو بيصرخ لربنا وهو بيقول له توبني فأتوب؟ احنا عاوزين نتغير بسرعة. التغيير أو التوبة هي أكبر معجزة في حياة الواحد، صدقوني أعظم من أي معجزة شفاء حتى إقامة موت. التغيير الداخلي لإنسان يحب ربنا من كل القلب، يبقى ربنا هو كل حياته، دي أكبر من أي معجزة ممكن تحصل معك. فتحتاج إلى صراخ سنين، توبني فأتوب، لأنك أنت رب إلهي، أنت اللي عندك الحل، مش هعرف أعملها دي مهما حصل، مش هعرف، أنا عجل غير مروض، فأنت اللي تروضني. في نفس الإصحاح يجي الخبر الحلو، تراءى لي الرب من بعيد محبة أبدية أحببتك. أكتر واحد على السؤال اللي كان جالنا قبل المحاضر يحس بحب ربنا قوي التائب، أكتر واحد يتمتع بحضن ربنا النفس المعية والنفس الزائبة. تصوروا معايا الست التي أمسكت في ذات الفعل، شايفة المسيح بيدافع عنها وبيعرض كرامته للإهانة والتشهير وشيء ويعني موقفه يعني هيتحسب عليه سنين، دي ممكن تشك لحظة في أنه بيحبها لأنها مكسورة كده ومهزومة، هو واقف يحامي عنها. السامرية تحس جدا المسيح بيحبها، زكى حس قوي ان ربنا بيحبه جدا اكتر من التلاميذ. الابن الضال يحس بحضن ابوه اكتر من اي حد. النفس التائبة اكتر واحدة تعرف تقول محبة ابدية احببتك، يعني هي وعد لينا كلنا، بس مش كل واحد بيحسه وبيقولها من قلبه، لانه مش كل واحد تايب. محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، سأبنيك بعد، أرجعك وأبنيك. في نفس الإصحاح يقول بالبكاء يأتون وبالتضرعات أقودهم، أسيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيم. بالبكاء يأتون، دي دخلة التائب، جاي ربنا مكسوف خجلان، يا رب توبني أنا مكسوف من نفسي، نفسي أطلبك من كل قلبي، بس أنا عارف أن قلبي مش نظيف، مش بيطلبك. بالتضرعات أقودهم، يعني أنت عليك تتضرع وهو يسوق، لو وقف التضرع تقف القيادة، لو وقف التضرع تقف القيادة، يعني ربنا يسوق الغنم اللي عمال يتضرع، هم دول اللي يعرف يمشيهم. أسيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها، لأني صرت لإسرائيل أبا وفرايم هو بكري. إيه ده؟
من امتى افرايم بكرك؟ طب مين البكر؟ فاكرين مين اللي فيه بكر؟ البكر الشرعي ليعقوب هو رأوبيم، اترفض لان رأوبيم مشي غلط. البكر الثاني يوسف، لا يهوذا الحي الاول، واخدين بالكم؟ البكر ده في كذا بكر في الموضوع. انما هنا الغريب جدا يتقال افرايم بكري، بكرك منين يا اسرائيل؟ اسرائيل عنده 12، افرايم ومنسى مش من ال 12 اساسا، فاكرين كده؟ دول ولاد يوسف مش كده؟ انما لان يوسف مش حلو يعقوب رفعهم وقال هياخدوا نصيب ولادي مش هيبقوا احفادي، هعتبرهم ولادي. فافرايم ومنسى ترقوا بقوا زي رأوبيم يهوذا. افرايم اسوأ واحد في ال 13، لاوي تطلع من الحسبة لان لاوي مالوش في الارض، لاوي ده سبط ربنا. فافرايم يعتبر اخر واحد في الاخلاق، اصعب واحد، عجل غير مروض. انما لما يتوب يتقال له ايه؟ افرايم هو بكري. فهمتوا الفكرة؟ يعني مع كونه اسوأ سبط ومن الاصل ما يستاهلش يعامل معاملة السبط لانه ما هواش واحد من ال 12، انما يرتقي الى مرتبة البكر عشان قال الكلمتين الحلوين دول. انتحب افرايم وقال ايه؟ ادبتني فتأدبت كعجل غير مروض، توبني فاتوب لانك انت الرب الهي. قال له خلاص انا بقالك اب وانت تبقى لي بكر كمان. بكر هنا التعبير اللي يكشفه بقى بولس لما يقول احنا دلوقتي كنيسة ابكار، يعني كلنا مش مهم ترتيبك في اخواتك ايه، انت بالتوبة تبقى بكر، فيبقى كل اللي داخلين السماء ابكار عن طريق التوبة، مهما كانت سمعته، مهما كان ترتيبه، مهما كانت اخلاقه قبل كده. بالبكاء يأتون وبالتضرعات اقودهم، اسيرهم الى انهار ماء في طريق مستقيمة لا يعصرون فيه. خلي بالك لو ربنا هو اللي سايقك وعينيك دايما فيها البكاء والتضرع، ربنا ما يسيبكش تتزحلق، ما يسيبكش تقع. طريق لا يعصرون فيها، ما هي مشكلتنا ان احنا بنتوب ونقع، نتوب ونقع. الواحد نفسه يتوب ما يقعش، او يمشي خطوتين ما يرجعهمش، ممكن ممكن، بس حافظ على ايه؟ بالبكاء والتضرعات، حافظ على دول وسيرهم في طريق لا يعصرون فيها. لأني صرت لإسرائيل أبا وإفرايم هو بكري. وأعطيهم آخر جزء بقى، قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الأيام لخيرهم وخير أولادهم بعدهم، وأقطع لهم عهدا أبديا أني لا أرجع عنهم لأحسن إليهم، وأجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدون عني. خلوا بالكم إن هنا دور النعمة، يعني الإصحاحين دول بيركزوا قوي على دور الجهاد والنعمة. أنت تيجي تصرخ وتقول له يا رب توبني، بس هو اللي بيتوب، هو اللي بيغير. ومع التغيير أعطيهم قلبا جديدا أو قلبا واحدا، وده اللي بنقوله في المزمور الخمسين كل يوم باستعجال، وده معنى جميل قوي. قلبا نقيا ايه؟ اخلقه. اخلقه يعني ايه؟ يعني ده مش هتصلح، ده لو عملنا اوبن هارت 100 مرة مش هيتعدل، ملوش حل، يعني باظ. فالحكاية عاوزة يتتخلق من جديد، عاوزة معجزة. طيب وماله؟ ممكن. فانا اعطيهم، دي عطية بقى، قلبا جديدا. تصور تنام وتصحى وتلاقي قلبك نظيف، يا سلام، يا ريت فيش ولا فكرة وحشة ولا شعور وحش، حابب ربنا قوي وحابب الناس كلها. ده امتى ده؟ ممكن، لا ممكن، بس عاوزة توبة، عاوزة اصرار على التوبة، عاوزة واحد فاهم انها عطية. اعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا. طريقا واحدا يعني بتطلعش برا السكة ابدا، ماشي كده واخد في وشك على السماء، تحوتش، مفيش حاجة بتشد انتباهك ابدا. ليخافوني كل الأيام، من كتر ما الواحد وقع واتبهدل، من كل ما الواحد سرح يمين وشمال وخد على دماغه كتير، يتراكم جواه خوف مقدس. خوف ايه بقى؟ في خوف مقدس؟ اه طبعا، خوف ان انا اطلع تاني، خوف ان انا ارجع تاني، خوف ان الواحد يتحرم من العز اللي دخل فيه، فيبقى الواحد مش عاوز يطلع بره الخط ابدا، لانه
داء المر وداء الغلب بتاع البهدلة بتاعت الخطية بتاع البعد عن ربنا، فيخافوني كل الأيام لخيرهم وخير أولادهم. الخوف ده مفيد، مصلحة، خيرك وخير عيالك. أقطع لهم عهدا أبديا أني لا أرجع عنهم لأحسن إليهم. يعني عهد من ربنا أنه ما يرجعش في كلامه أبدا، طول ما الواحد تايب، طول ما الواحد بيقول له توبني. وأفرح بهم لأحسن إليهم. شوف التعبير ده، أفرح بهم. عشان كده فرحة ربنا أكبر ما يمكن بالتائبين. مش مهم عملوا إيه، خطايا قد إيه، المهم يكونوا تائبين صادقين، جايين فعلا بيقولوا يا رب أنا عجل غير مروض، توبني فأتوب. وأغرسهم في هذه الأرض بالأمانة بكل قلبي وبكل نفس، لأنه هكذا قال الرب: كما جلبت على هذا الشعب كل هذا الشر العظيم، هكذا أجلب أنا عليهم كل الخير الذي تكلمت به إليهم. يعني على قد ما بهدلتهم على قد ما عوضتهم. أنا شديت عليهم تمام، إنما جه الوقت اللي دوقهم بقى كل حاجة. يبقى طلع بعد التجارب والتأديبات في أفراح وتعزيات ملهاش آخر. من هنا بتيجي الكلمة بتاعت ايه، في آية جميلة نقولها في المزمور بس في السبعينية في الإجبية، نقول له: سمر خوفك في لحمي. سمر خوفك في لحمي، هتلاقوها في المزمور 119، وهتلاقوها احنا بنقولها في الحل بتاع، بس الحل اللي بنقوله سرا للناس: حط خوفك في قلب الناس. فكرة الخوف المقدس ثمرة من ثمار التوبة، يمكن أول ثمر. التائب بجد يخاف يغلط قوي، وتلاقوه إيه يعني محسوك في حياته، تعامل بحساب ويفكر بحساب ويحس بحساب. ليه؟ لأنه قبل كده خد علقة سخنة فمش عايز ياخدها تاني. فمن علامات التوبة الصادقة الخوف. لو أنت لسه ما عندكش خوف إنك تغلط أو خوف إنك تبعد، يبقى أنت ما تمررتش كفاية، يبقى أنت ما توبتش كفاية. إنما السبعين سنة بتوع السبي عدلوهم، فبقى في خوف مقدس. عشان كده يقول رأس الحكمة: مخافة الله لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.